اسمي عصفور، عندي 63 سنة، بشتغل في الصنعة دي دلوقتي بقالي 53 سنة. تعلمت فيها كل حاجة، تعلمت فيها التفصيل، المكانجي، جزمجي، حريمي، رجالي، بنعمل حاجات حتى للمعوقين، أسري 7 سنتي، أسري 8 سنتي، أي حاجة بتجينا بنعملها. حاجات طبية يعني، فبنستغرب بالحاجات اللي هي بتاعت المعوقين دي، بتاع واحد بيجيلك ممكن برجل واحدة، ممكن تديله فردة كده محبة، ما ملهاش لازمة عندنا، بس بنديها له يعني، لأن العينات بتبقى فرد، فإحنا بنرمي الحاجات دي هي. كويس، فتعلمت الصنعة صح. بالنسبة اللي عندنا، عندنا جلود، جلود طبيعي، لازمة بتبتدي من 100 جنيه لغاية 150 جنيه. المراحل الصناعة بتاعتها، بنجي الوش بيتشد على القالب، نجيب الوش شد على القالب، بعد ما تتشد تطبق، طبعا الطبق تخلع مسمار، طبعا تخلع مسمار تصنفر، تدهن، تخش على المكبس، تتخلع من القالب، تشطبت، نفرشها ونديها للزبون وتتفنش. انت منين يا عم عصفور؟ انا من هنا، باب الشعريه. باب الشعريه؟ اه، مولود هنا. مولود هنا؟ اه. هي دي الصنعه الوحيده اللي معاك؟ هي دي الصنعه.